نظيفة؟ عظيم. نحن وين؟ كفينا على الضيعة اسمها سمار جبيل. سمار جبيل ضيعة ولا أروع من هيك. بس اطلعوا إذا برمتوا معي على 360 بتحسوا حالكم بال يعني في شيء أربع جينيريشن أوف بيوت قديمة وكنيسة قديمة بهالمنطقة العظيمة. في القلعة بس ما رح نطلع عليها، تصورت بالدرون ترى بتشوفوها بيوتيوب بعد شوي. في كنيسة كتير قديمة هلا بتشوفوها من جوا بتاخد العقل، بتهبل قد ما حلوة. الكنيسة الأجدد شوي بس كمان قديمة هلا بنشوف تقريبا أي سنة. بس أساس هيدا الفيديو هو ترويقة. كمان بعد دقيقتين يا شوفي أشياء، شوفي أشياء. بنبلش أول شيء بالكنيسة لأنه روعة. تمشي من هون لجوا ب ب ب تابلو. ريدي؟ ليتس جو. من أي سنة صار الكنيسة هون؟ بيقولوا 1800 سنة يا عمر. بيقولوا انه الكنيسة عمرها 1800 سنة مش من 1800. 1800 سنة عمرها. سقفها مكسور وطالع فيها الشجرة يلي صار لها ميات السنين بنص الحيط. كيف دبرت حالها ما بعرف. ومن هون شو هالعظمة. واو شو هالعظمة. طلعوا سنك الحيط، الحيط كيف كانوا يعملوه من زمان. هيدا اساسه عقد. ايه ورق الشجر على الارض. انبليفبل انبليفبل شو حلو. بسموه برباص. برباص برباص. ايه هيدا ورق ورق السنديل البهر بسموه برباص. شوي عن الضيعة، نحن وين؟ بأي ضيعة؟ والناس بدها تجي لهون شو بتشوف؟ هون سمار جبيل ضيعة قديمة كتير. كان فيها هون بسموه كان سوق قديم خان هيك بيخبروني. هاي الكنيسة كنيسة سيدة المعونات بيقولوا عمرها 1800 سنة كانت موجودة هون. حدا في مار نهرة هي الكنيسة الأساسية كمان عمرها بألف 1200 سنة. وهي الضيعة كمان فيها قلعة، قلعة سمار جبيل. بيقولوا كان في ملك بجبال يطلع يصيف هون اسمه الأسمر، سموه أسمر جبيل يقال. هلا أنا هيدي معلوماتي. ثانك يو. طيب من اول كنيسه رح نروح على ثاني كنيسه، ضروري ناخذ صور كثير حلوين وبنرجع لكم بنشوفهم على انستغرام بعد شوي. شو حلو شو حلو شو حلو شو حلو شو حلو. ما عم بشبع. تخيلوا قاعدين والوراق عم تنزل، الفي اللي موجود كل الوقت لأنه الشجرة أكبر من الحيط. عظمة. من هون نروح على تاني كنيسة. شجرة كيف طالع بقلب الحيط؟ هيدي سمموه لها تما تهد الحيط مثل هيديك. هيدي شجرة بطن، بطن بيطعموها بتصير فستق حلبي. سمموه لها اجوا الاثار يعني مش اثار قبل الاثار. كانت وقعت الحيط. بتهد الحيط زبطوه ورمموها شوي. فيك تعمل برمي من ورا كمان اذا بدك. ليك هيدا هون هيدا فيه عتابوت او شيء. حتى بايام الشتاء المي ما بيوصل كثير على الارض بالسجن. وعندنا صبر الزيتوني، الزيتونات القدام، زيتون المعمر. Thank you.
Great. Next step. نحن وعدناهم بترويقة وقاعدين عم نعمل سياحة بالضيعة. أهلا وسهلا. سياحة سمار جبيل. الكنيسة ما بتضيع. شو حلو. هيدا معمول من حجرة وحدة، صخرة وحدة، جنزير مع سطيل. قديمة؟ قديمة كتير كتير كتير، صخرة وحدة، حتى لما كان قديما ما في لا أكمي ولا تلزيق. يعني كله مقوش على الزميل. واو. معلم الزميل معلم كل شيء. كله فرد حجر، فرد صخرة. واو واو. شوف الجمال بهدول الأشياء الزميلة. رائع. هيدي عمرها 1200 يقال هيدي 1000 سنة اللي حدا هيدي بعد قديم فيه حتى رسوميات كل شيء قديم فيه. Great. Okay. Breakfast time. يلا ما بتروقنا اليوم. نمشي ناطرينا بالفرن. Family business بلش يشتغل بعدين خلصت المنقوشة ونحن بعد ما وصلنا. وعدكم بمنقوشة طيبة وأجواء حلوة. يحيي هون. فرن الساحة والقلعة طالما بس نحن هون القلعة هون على التلة قلعة دو شوفوها بالدرون بعدين Good morning فرن وطابور ورد كله هلا بدنا نتوقف كيف ذا طابور اول شيء قل لي نحن وين وانت مين اهلا وسهلا نحن فرن الساحة بسمار جبيل كارل بنيامين بلشين لنا تقريبا 5 سنين هلا فتنا بالسنه الخامسه اتس فاميلي بزنس انا والبابا والماما وابن خالي والشباب اكيد بيساعدونا بلشنا فرن وصرنا نتطور شوي شوي هلا بدنا نتوقف كذا شغله على البلده شويه لبنه شويه بيض شويه قوارمة يلا عظيم شباب بلشوا ناولوا الاغراض يلا انت عم تشتغل خبرني شوي عن الفكره ليش بلشت وميزات العجينه السبيساليتين شو بتجي بتاكل عندكم خبرني كل شيء بلشنا انا عامل بزنس خلص جامعه عامل اتش ار وظفت في سنتين تقريبا بس رجعت ما لقيت حالي كثير بالوظيفه قلت انا بدي بلش حيلا سمول بزنس انطلق منه لشي محل بلش الفكرة بالفرن هون بالساحة المنطقة كانت بحاجة لهيك شيء بلشنا على الخفيف وصرنا نتطور صار معنا شباب زيادة قلنا صار عندنا دليفري هو اللي الأورما شغل الجرب والبيض من عند الجار ياك هلا بدنا نعمل هون بيتزا طوق هيدا طوق نحن محضره نحن نحضر كل شيء بالبيت طوق محضره صوص بيتزا نحن محضره صوص باربيكيو مع طوق انتو مش بس تربيع مش بس تربيع نحن بنفتح لليل عندنا سناك عندنا ساندوتشز بس بلشت فرن ركينا على الفرن وهوليك كمال كم مليون ليش شو بتيجي تاكل عندكم شو الاشياء على المنيو؟ عندنا كل شيء بالفرن زعتر جبنه لحمه شانكليش كشك بالمبدا كله على البلدي يعني كله من عند الجيران بيرجع عنا على الغداء عنا سب مارين فهيتا طوو بطاطا هول الاساس الفاست فود السريع هيدا الشانكليش هيدا الشانكليش كمان من هون شغل الضيعه من اطيب شانكليش بالدون هو شوي هو بينزل على السوق هيدا شانكليش جاد شو
عندنا زعتر بلدي اكيد. هلا بس تدوق انت تعطينا رايك بطل بحاجه انا اخبرك عنه. كيف علمت المصلحه؟ صراحه بيي كان عنده مطعم ومن وراه يعني بلشنا هيك نحاول المصلحه شوي. احمد ورجعنا هون كفينا مع كوزاني ويلا ان شاء الله خير الله يعجبكم كثير. العجينه كيف ركبت؟ مين ركب لها الروسات؟ العجينه اخذت معنا تقريبا 3 اشهر تركبت مزبوط. ضلينا نسمع من الزبونات هيدي مالحه هيدي حلوه هيدي معظمه هيدي طريه ونعدل نزيد المزيد نزيد نقص واحد نزيد واحد نقص واحد توصلنا لنتيجه ستاب. نشتغل على الميزان انه 5 سنين يعني بنعجن على الميزان زين العجينه بالمحل على الميزان كل عجينه لها وزنها يعني هيدي 150 جرام زعتر 170 جرام اللحمه 70 جرام بيتزا 300 كلهم بنشتغل على الميزان ان شاء الله نعمل 1000 وحده من هذا. شو عم نعمل هون؟ هيدي هون باربيكيو مع صوص بيتزا كرمال البيتزا تشيكن. لكن صوص بيتزا صوص بيتزا صوص شغل البيت هيدي باربيكيو اكيد لا. مثلا بيتزا مثل هيدي قديش حقها؟ هيدي حقها 20,000. واو زينة بديش فيها غراض. وهلا بعدين بيستوي التشيكن نحطه عليها نحط جبنة فلافل ونبعث على الفرن. يلا يا صاحبي طلع لحم اليوم اعمل لي لحمة. اللحمة كم جرام؟ اللحمة عجينتها 70 جرام فتطلع رقيقة ونحمصها. اللحمة كمان مش باللحمة نحن بنحمصها بالبيت بنحمصها بالبيت بصلها بالبيت كله بالبيت. لكن الزعتر 170 قلت لي 170 واللحمة 70 يعني هيدا أول مرة فوت على فرن كل شيء عجينة على الميزان. هيك بكون أنا الزبون اللي بياكل اللحمة كل مرة بياكلها بنفس السماكة بنفس الشيء الزعتر نفس الشيء يعني مش كل مرة نغير عن الزبون. هيدا كرمال هيك ماشيين على الميزان كونسيستنسي 100% مش كرمال يعني كل واحد بيقدر يقدر العجينة شوي يطلع شوي نزول بس كل ما حدا اشتغل شيء يطلع كلهم كبار. بيض قورنا الفخارة هيدا بيض قورنا وهيدا البيض العادي. محل شوي صغير وشوب تقامنا يومين ثلاثة شوب بس ماشي الحال. فرن الساحة صار له 5 سنين. حلو فيه لأول مرة تفوت على فرن تشوف إنه العجينة إلها وزن، يعني إذا زعتر إلها وزن، إذا لحمة إلها وزن، إذا جبنة إلها وزن، لكل الزبون ياكل زيت الكمية، زيت النوعية، زيت التكستشر، زيت السماكة، حتى لو أكلها مرة بالجمعة كل سنة. والشبيبة هون كلها بتشتغل، كل شيء من البيت، من لقمة البيت، شو بياكلوا بالبيت هن بيطعموكم. كله على يوتيوب لايف نحن معهم فيخبرونا كل اسرار المهنه. انا بيشتري البيت هيدي شو ما اخترقته بعد تمام هيدي صارت على اخر اعوذ بالله هيدي صارت على اخر. طيب نرجع على الطاووق. الطاووق عم بقصصهم صغار 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 هودي صغار طيب نحطهم بالبيتزا ويكونوا هينين على اللسان يعني هلا بنفرجيك نحطهم بنطفوهم جبنه قرب البيتزا نايس. كم جرام طاووق تقريبا؟ هودي تقريبا لازم تكون حوالي هيدي البيتزا وسط، احنا عندنا 3 قياسات، عندنا سمول ميديوم ولارج. السمول بطعم شخص تقريبا فيها حوالي 200 جرام طاووق. هيدي فيها فوق 300 جرام طاووق بيحن ببينه، والفاميلي لاربع اشخاص كمان اكيد فيها فوق النص كيلو. هيدي بيتزا لاربع اشخاص مينيموم يعني. هيدي هلا هيدي نحن بنعدها لشخصين. اوكي. هيدي الميديوم نحن بنعدها لشخصين. فيها باربيكيو صوص فيها الصوص طماط اكيد فيها الباربيكيو صوص فيها طاووق فيها مشروم وعلى الطلب بنزيد ميس وفلايفلي اذا حدا ناس بتاخذ ناس ما بتاخذ. بحكي عن الجبنه اللي هي نوعين هيدي الجبنه هيدي الجبنه هلا عم نشتغل نحن بالموتزاريلا.
الجبنة اللي بنحطها على البيتزا هي جبنة موتزاريلا، هي فول فات. تاخذ نتيجة تاخذ بالنار، ما تحمص بالنار، ما تاخذ لون زيادة عن اللزوم. منقوش الجبنة فيها نوعين وأكثر من نوعين، فيها جبنة البيضة فيها حلوم وعكاوي، نرجع نحط على وجه أكيد موتزاريلا. فينا نبلش فوت على النار. يلا. تركناهم عيون مثل ما هن، ضلوا طرايا طيبين. كل استوى من جوا ومن برا. انت مين؟ انا معلم من المصلحه. لو هتصور الخال معلمنا المصلحه. كان عمري 12 سنه، كان عنده مطعم هون لقدام. احمل الصينيه، انا اقصر من الطاوله، صينيه الميزه بمشي فيها بين الطاولات. طلعتنا المصلحه. هيدي اللحمة طلعت. طريقة منيح. هيدي العجينة اللي احنا بنشتغلها بتمشي للبيتزا وبتمشي للمنيش. بس بدي اصور خبز اللبنة وخبز هلا احنا بنعمل كمال البيت، طريقة بيت الخبز المنفوخ. هلا عم تطلع النار. هلا صحي اللبنة. بس تينفخ بده نار قويه، بده نار قويه وبده تريحها قبل شوي وقت. يعني هيدا نحن حاضرينها من 5 دقائق عشان رقيناها ترتاح. بدها نار قويه تطلع، بس تطلع نرجع نخفف نار تاخذ لون من فوق ومن تحت على زيت الشيف. ملا برونزاج، نحن اللي عم نعمل برونزاج. استوينا. مين معي؟ بدي اقطع حوش شباب على الطاوله. هنا
نحن بسمار جبيل بس نحن بالبترون في ناس مخربطه فكرتها بجبيل. لا سمار جبيل هيدي الضيعه اسمها سمار جبيل. خبريه قديمه بتقول هون في عندنا قلعه سمار جبيل، في الامير كان اسمه اسمر جبيل وتسمت الضيعه على اسمه. في كذا خبريه بتختلف، بتعرف التاريخ عم نحكي بالوف السنين، بس اسم الضيعه جاي من اسم الامير مبدئيا اللي كان هون بالقلعه اللي هي فوقنا هون دغري. نحن بساحه الضيعه نيسة مر نهر حدنا والقلعه فوقنا هون. احنا صرنا جاهزين للاكل، يلا نحطه على الطاوله برا، يلا منضلنا طالعين. رح نبلش نطلع على برا. يلا معك. يلي بده يجي لعندكم بدك تخبرني كل التفاصيل، رقم التليفون، انستغرام، فيسبوك، كل شيء. انستغرام فيسبوك اكيد فيه، في عندنا بيج الساحه بيكري على انستغرام واكيد على الفيسبوك. بيوصل لعنا حجز المدفون، نحن بعد عن حجز المدفون 7-8 دقائق. عندنا رفقه، عندنا الحردينه، عندنا هون مر نهره، عندنا كنيسه السيده، منطقه سياحيه دينيه. رقم التليفون عندنا 06-720-603 وعندنا 710-04481 عربي 06-720-603 وعندنا 71-044-81 منوصل دليفري، بنعمل بوشيات معجنات، بنعمل كل شيء. طب يلا تفضل. ناخذ كم صورة مندوق ونحن بنكفي المشوار. روي بالوقت خبرني امبارح عملنا تقريبا 19 وقفة، اليوم 15، كم واحد صرنا عاملين منهم وشو بعد عنا؟ صرنا عاملين 3 وقفات، بعد عنا تقريبا بين 10 و 12 وقفة، رح نشوف فيهم بعد كم محل له علاقة بالسياحة الدينية والباقي مطاعم ومثل العادة يعني. خليكم عم بتتابعونا تضلكم عم تشوفوا شو عنا بالبطرون. صورة طاولة بدها صورة، عم ناخد وقت مع الموضوع. هلا بندوق بعد شوي. بس ما تكون كتير سخنة رح احط لها شوية لبنة.
يا هيك ترويع يا بلا. هون زيت شي. بدكم تشربوا شي معه؟ اه. سخين. بالاجواء كنيسة الرواق. بتحسوا حالكم جعدتش 500 سنة ورا. والمنقوش الأساس مثل ما بحب أعملها لقمة لقمة هيك المنقوش هيك الأصول. ثلاثة أشهر شغل مش بالغلط كتير كتير طريقة مثل ما لازم سكر ما فيه good job. طيب كتير عنا بعد شغل كتير كتير وبرمي مأخرين على المطران ولازم ضروري نمشي صرنا ترويقة كتير سريعة ومن كافي thank you for joining live بعد I don't know ونهار وبرمي بالبترون 3 أيام بكفوا